بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 75 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا فضيلة الشيخ أحمد ألف ألف يقول: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يفتيني في أمري، لأنني أذهب إلى المسجد والحمد لله وأصلي مع الجماعة وأتسنن قبل الأذان، ولكنني يا شيخ أخرج من الصلاة ولا أعقل منها شيء، هل يكتب لي أجر الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن حضورك المسجد وأن حرصك على حضور الجماعة يدل على خير، وأنت موفق إن شاء الله. وأما قضية حضور القلب في الصلاة، فإذا كان هذا عن قهر ولا تستطيع دفعه، أن تكون مصابا بوساوس أو أشياء لا تقدر على دفعها، فأنت لا تؤاخذ على هذا إن شاء الله. أما إذا كان هذا نتيجة لأسباب بإمكانك أن تتجنبها، إنه يجب عليك أن تتجنب الأسباب التي تشغلك عن حضور قلبك في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط، ونهى أن يصلى بحضرة طعام حتى يأخذ نهمته منه. فالمسلم يتجنب الأسباب التي تشوش عليه في صلاته، ونهى عن الإسراع، من جاء يريد صلاة الجماعة لا يسرع، وإنما يمشي عليه السكينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدرك يصليه وما فاته يقضيه، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتجنب الأسباب المشوشة عليه في صلاته، فإذا تجنبها فإنه يكون حاضرا قلبه فيها بإذن الله. كما عليه أن يتدبر القرآن الذي يقرأه أو يسمعه في الصلاة، وعليه أيضا أن يتخلى عن جميع الشواغل التي تلاحقه في صلاته مهما أمكنه ذلك، يدخل في الصلاة وهو بعيد عن المشوشات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عبد الله سالم له مجموعة من الأسئلة، يقول إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سؤال الأول، إذا كانت قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وركن بالنسبة للإمام، فكيف يجاب على من يبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وقد عرف أن الإمام يتحمل على المأموم؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من يرى أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم لما ورد في الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة. ومن العلماء من يرى أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولو كان الإمام يجهر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخبر أن صلاة الذي لا يقرأ بالفاتحة أنها خداج، فأخذوا من هذا وجوب القراءة الفاتحة مطلقة على الإمام والمأموم والمنفرد. إلا أن بعض هؤلاء يقول إنها في حق المأموم تكون واجبة وليست ركنا، واجبة وليست ركنا، وأما في حق الإمام والمنفرد فإنها ركن من أركان الصلاة. شيخ الإسلام بن تيمية وهو مذهب مالك التفصيل في هذه المسألة أنه في الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وأما في الصلاة الجهرية فإن المأموم ينصت لقراءة الإمام وتكفيه. وهذا القول فيه جمع بين الأحاديث، فهو قول قوي ولله الحمد، والمسألة لا تزال فيها خلاف، ولكن المأموم إذا أمكنه أن يقرأ الفاتحة فإنه يقرأها، أما إذا تعارض قراءته مع قراءة الإمام صار ينازع الإمام ولا يدري ماذا يقول، ففي هذه الحالة في إيجابها عليه نظر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلتي يقول: سمعت من أحد الإخوة في أحد المجالس يقول: إذا
اختلفت في مسألة وبما أن المسألة خلافية فاختر الأسهل، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام جاهل، لا يجوز مثل هذا الكلام. نحن لا نتعبد بأقوال الناس، إنما نتعبد بالدليل. الأقوال تختلف، منها ما عليه دليل ومنها ما لا دليل عليه، الذي عليه الدليل هو الذي يعتمد ويؤخذ، وأما ما ليس عليه دليل فإنه يرفع. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن كان هذا الإنسان يعرف ترجيح ويعرف الدليل إنه يأخذ بما قام عليه الدليل من أقوال العلماء، ما إذا كان عاميا ولا يعرف الترجيح فإنه يسأل أهل العلم ولا يختار هو ويقول أخذ الأسهل. وإذا كان الأسهل ليس عليه دليل فماذا تصنع؟ وهل تبرأ ذمتك بذلك؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: صليت قيام الليل ركعتين ركعتين، وفي إحدى الركعات بعد الثانية نسيت، ثم قمت للركعة الثالثة ناسيا، فعدلت نيتي على أن تكون هذه الركعة وترا وأنهيت قيامي، والسؤال يبقى: هل هناك إشكال في تحويل نيتي من القيام إلى الوتر؟ يا أخي أنت أخطأت. الواجب عليك إذا قمت إلى ثالثة في صلاة الليل أن تجلس، يجب عليك أن تجلس وتتشهد التشهد الأخير وتسلم وتركع، تسجد سجدتين للسهو، هذا الواجب عليك، لا أن تحول الصلاة إلى وتر. هذا الواجب، أنك تجلس وتأتي بالتشهد وتسلم، تسجد سجدتين للسهو إن شئت قبل السلام وإن شئت بعد السلام. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: الشخص الذي هداه الله إلى الطريق المستقيم دائما في إحدى الاستراحات أو الجلسات يذكر قصته قبل الهداية، يقول من باب الموعظة، مثل إذا كان يتناول الخمر أو مخدرات أو يدخن وغيرها. هذا لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. الواجب عليه أن يندم، من شروط التوبة الندم على ما فات، وأن يستر نفسه لما ستره الله ولا يكشف نفسه للآخرين. ليس هذا من باب النصيحة، إنما هذا من باب تعداد المساوي على الناس وفضح نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليه لزوم الستر والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ من السودان إبراهيم عبده يقول: متى تبدأ مواقيت الحج الزمانية، وما معنى الزمانية، وما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟ المواقيت الزمانية هي أشهر الحج. قال الله جل وعلى: الحج أشهر معلومات، أي في أشهر معلومات يكون الإحرام بالحج فيها، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. في أي وقت أحرم بالحج فيها انعقد إحرامه. وأما الإحرام قبل دخولها، فالإحرام بالحج في رمضان مثلا، هذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا ينعقد إحرام لأنه قبل دخول وقت الحج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، من صام في السفر فلما رجع إلى بلده شق عليه الإمساك بقية اليوم، فهل يكمل الإفطار؟ لا يكمل الإفطار إلا إذا كان مريضا، إذا كان مريضا ويحتاج إلى الاستمرار في الإفطار فلا بأس لمرضه. أما إذا كان مسافرا وقدم البلد انتهى السفر فانتهى الإفطار، فيمسك باقي يومه ويستعين بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليك، أنا إمام مسجد وأريد أن أختم القرآن بجماعة رمضان لأسمعهم القرآن، فما رأي الشيخ حفظه الله إذا قرأت من المصحف في صلاة العشاء والفجر والمغرب في الجهرية لكي أتمكن من ختم القرآن؟ هذا شيء أحدثه بعض الشباب وبعض الأئمة ولا أصل له. المطلوب قراءة القرآن في التراويح من أول رمضان إلى آخر رمضان، ولا يحتسب منه ما يقرأه في الفرائض، لأن هذا شيء لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: بالنسبة ل صلاة الجنائز، ما الفضل المترتب عليها؟ وبعض الناس يا فضيلة الشيخ إذا وضعت الجنازة خرج ولم يصلي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حضر الجنازة وصلى عليها كتب له قيراط، فإذا صلى عليها ومشى معها إلى المقبرة حتى تدفن فله قيراطان من الأجر، والقيراط في هذا الحديث مثل الجبل العظيم، أجر عظيم في هذا. فالذي يحضر الصلاة عليها له قيراط، والذي يمشي معها إلى القبر و
ويحضر دفنها له قيراطان، فالأجر متفاوت، الأجر في هذا متفاوت، فعلى المسلم أن يطلب الأكمل والأحسن. نعم. وأما أنه يترك صلاة الجنازة هذا حرمان، ولا يجب عليه لأنه يصلي عليها غيره، لكن يحرم نفسه من هذا الثواب. وأيضا أخوه الميت له عليه حق أن يصلي عليه وأن يستغفر له ويدعو له، فهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. نعم. هذا الأخ محمد عمر يقول: أنا أعيش في البادية، وبعض الأوقات يا فضيلة الشيخ أتيمم للصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ إذا لم يكن عندك ماء صلاتك صحيحة، فلم تجد ماء فتيمم، أو كان معك ماء قليل لا يكفي لحاجتك من شرابك وطبخك أو سقي بهيمتك فلا يتسع لحاجتك وللوضوء، أيضا تتيمم وتقدم حاجتك إلى الماء. أما إذا توفر الماء معك أو كان قريبا منك إمكانك الحصول عليه فأنت واجد للماء، فلا تصح صلاتك بالتيمم لعدم العذر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عبد الله ألف ألف يقول: ما كيفية الزكاة في القطع النقدية الأثرية؟ إذا كانت لها قيمة تباع زكاتها في قيمتها، إذا بلغت النصاب أو بلغ ضمها مع ما عنده النصاب إنه يزكيها، ما إذا كانت ليس لها قيمة فلا زكاة فيها. نعم. يسأل يقول: ما المراد بكفارة اليمين، وهل تدفع لعائلة مكونة من 8 أشخاص، وما هو وقته؟ كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 3 أمور مخير فيها: الإطعام لكل مسكين مد أو 1.5 كيلو من الطعام، يعني 15 كيلو على 10 فقراء، أو كسوتهم كل واحد له ثوب، أو تحرير رقبة اعتاق رقبة، وهذا أفضل. فإذا لم يجد لا الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فإنه ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف، ووقتها إذا حنث، وقت الكفارة إذا نقض يمينه وحنث فيها. إذا كان أهل البيت 8 يعطيهم قدر 8 فقراء، يبقى عليه 2 يعطي أناسا آخرين حتى يتم 10. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة تقول: ما كيفية الاستخارة للمرأة الحائض مأجورين؟ تستخير في الدعاء، أما الصلاة لا تجوز لها، لكن تستخير بأن تدعو بدعاء الاستخارة، وإن أخرتها إلى أن تغتسل، أخرتها إلى أن تطهر وتغتسل، تصلي صلاة الاستخارة وتدعو بعدها، فهذا أفضل. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، طفت طواف الوداع وخرجت من مكة، ثم عدت بعد أسبوع مع زوجتي، ولم تكن الزوجة طافت طواف الوداع لوجود الدورة عليها، فدخلت الحرم وطافت ولم أدخل معها، فهل علينا شيء في ذلك؟ إذا كنت طفت للوداع وسافرت إنك أديت ما عليك، فلو رجعت بعد ذلك ليس عليك شيء. أما إذا لم تسافر، رجعت إلى مكة ولم تسافر، إنه ينتقض وداعك، تحتاج إلى وداع آخر عند السفر. المرأة إذا حاضت ليس عليها وداع، ولا ترجع له إذا طهرت، إنه ساقط عنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد يقول: أذن المؤذن قبل الوقت ب4 دقائق، وأفطر أناس كثيرون بعد سماع الأذان، ماذا عليهم؟ وهل من كلمة توجيهية للمؤذنين في مراعاة الوقت بأنه مؤتمن عليه؟ إذا أفطروا قبل غروب الشمس فإنهم يجب عليهم إعادة الصيام، لأنهم لم يكملوا اليوم، الله جل وعلا قال: أتموا الصيام إلى الليل، وهؤلاء يفطروا قبل الليل، يجب عليهم قضاء هذا اليوم، والأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يتأكد من غروب الشمس، أن الأصل بقاء النهار. وعلى المؤذنين أن يتقوا الله وأن يتقيدوا بالتوقيت عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس، لأن المسلمين معلقون في رقابهم، يصومون على أذانهم ويفطرون على أذانهم، فيجب عليهم أن يتحروا المؤذن مؤتمن كما في الحديث، مؤتمن على الوقت، فعليه أن يتيقن من دخول الوقت، من دخول الوقت، إما بمشاهدة وإما بعمل بالقرائن والعلامات الدالة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا الأخ باخت يقول: رجل مصاب بجرح في مقدمة قدمه اليمنى ووضع شاشة على كامل القدم، وحذر الطبيب من وصول الماء إلى الجرح لأن الرجل مصاب بداء السكري، ماذا يعمل بالنسبة للوضوء؟ عليه أن يغسل رجله إلا موضع الجرح لا يأتيه ماء، موضع الجرح لا يأتيه ماء. إذا كان الجرح عليه لصوق أو عليه ضماد يمسح على الضماد ويكفي عن غسل ما تحته، وإذا كان الجرح ليس عليه ضماد ولا حائل فإنه يتيمم عنه عند الصلاة، يتيمم عنه عند الصلاة. أما أن يمسح على أما أن يترك الرجل كلها ما يأتيها الماء وحجة النصبع فيه جرح ولاف عليه لفافة، هذا ليس بعذر ولا يسقط عنه غسل الرجل. نعم. يقول هذا السائل: الرجل ظلمني وأخذ مني مبلغا من المال بغير حق وأنا أدعو عليه في صلوات، هل الدعاء في موضعه؟ يا أخي، إذا كنت تقدر على أخذ حقك من إقامة دعوة عليه ومطالبته بذلك فلا يسوغ لك أن تترك حقك وتدعو عليه، أنت المفرط، لماذا لم تقم عليه الدعوة؟ ربما تكون أنت المخطئ إذا نظر القاضي في القضية، ربما أن تكون متوهما، عليك أن تقاضيه. أما إذا لم تقدر على مقاضاته، تجبر عليك ولم تقدر على مقاضاته، فلك أن تدعو عليه، ولكن كونك تعفو عنه تسمح له هذا أفضل لك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا كنت في الماضي متساهلة ومستهترة بأمور ديني، كنت لا أقضي صيام رمضان وأترك بعض الصلوات وأكثر من الأيمان والنذور، وارتكبت كثير من الذنوب والمعاصي ونشزت عن زوجي حتى طلقني، وأنا الآن نادمة، هل لي من توبة؟ نعم، التوبة بابها مفتوح ولا أحد يمنع من التوبة لأي ذنب، عليك بالتوبة إلى الله عز وجل وطلب المسامحة من زوجك الذي طلقك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ بلال يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن في عملي أثناء ساعات الدوام وفي وقت الفراغ؟ إذا كانت قراءة القرآن تشغلك عن أداء الوظيفة فلا يجوز لك ذلك، أما إذا كانت قراءتك للقرآن لا تمنعك من العمل الوظيفي فهذا شيء طيب وأنت ماجور عليه إن شاء الله. نعم. هذا الأخ عبد الله الشاجري يقول: لماذا حرمت الصدقة على محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ لما في الحديث أنها أوساخ أموال الناس، هذا من باب التكريم له صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عن أوساخ الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل نسيان الجهر بصلاة المغرب بالركعة الثانية يستوجب سجود السهو؟ وإن سجدنا فهل علينا شيء؟ ومتى يلزمنا سجود السهو؟ نعم، إذا ترك سنة سنن الصلاة يستحب له، لا يجب عليه، يستحب له سجود السهو، ومن ذلك الجهر بالقراءة، هذا من سنن الصلاة المغرب والعشاء والفجر. إذا ترك الجهر بالصلاة الجهرية يستحب له أن يسجد للسهو، وإذا لم يسجد فلا شيء عليه. سجود السهو يكون قبل السلام أو بعد السلام، إذا كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، هذا من باب الأفضلية. وإلا فلو سجد قبل السلام أو بعد السلام في كلا الحالتين فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. لقد هذا اللقاء بسؤال للأخت مريم تقول: ذهبت مع عائلتي للعمرة وعمري 14 سنة، ونزلت علي الدورة ولم أخبر الأهل بذلك، وطفت وأكملت العمرة ورجعنا من ذلك الوقت. معناه أنك ما زلت محرمة وأن العمرة باقية في ذمتك، فعليك بالالتزام أحكام الإحرام والعودة إلى مكة وأداء العمرة، أداء العمرة لأنها ما زالت في ذمتك وما زلت محرمة. فإن كان حصل عليك جماع فسدت عمرتك ووجب عليك المضي فيها وإتمامها، ثم ترجعين إلى الميقات تحرمين بعمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة، تؤدينها كاملة ثم تذبحين شاة في مكة توزعينها على الفقراء. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.